ما فيش شك ان نهائي كاس العالم للانديه بين فريقين اقوياء جدا. كلنا شفنا وتابعنا فريق العين وقلنا ان فريق العين من الفرق اللي مش صعدت بالحظ من اولى لقاءاتها، لا لعبت مباراه قويه جدا وصعدت، سواء بفوزها في مباراه الترجي بثلاث اهداف او فوزها بركلات الترجيح في لقاءين منهم اللقاء الاول وكمان اللقاء اللي كان قبل النهائي امام فريق ريفر بليت. ريفر بليت الفريق اللي لسه من ايام فائز بكوبا ليبرتادورس. وهنا الكلام اللي هنتكلم عليه وهنشوف هل فعلا فريق العين قدر انه يفوز على فريق ريفر بليت بسبب الاجهاد اللي حصل لفريق ريفر بليت في الايام القليله بسبب قرب انتهاء البطوله امام فريق بوكا جونيورز واللي كان يوم 9 على ما اتذكر، والبطوله بدات يوم 12، فبالتالي الفريق سافر من الارجنتين الى اسبانيا ومن اسبانيا الى الارجنتين ومن الارجنتين الى مدينه ابو ظبي والى دوله الامارات، وبالتالي بدا يتفتح بعض الكلام في الموضوع ده. لكن انا شايف ان لعيب العين وايضا الجمهور اللي ليه دور كبير جدا جدا واللي كان مؤازر لفريقه كان موجود في الملعب ما خلاش مكان في الملعب زي ما احنا شفنا، وهنشوف معاكم وهنتابع ازاي جمهور العين احتفل قبل المباراه وبعد المباراه. لكن يعني قبل ما نتكلم في تفاصيل اكتر تعالوا نشوف دخلت فريق العين الاماراتي قبل المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم. ده كان دور جمهور نادي العين في المباراة الأخيرة أمام فريق ريفر بليت. الجمهور وجوده مهم، أكيد وجوده مهم في أي مباراة في أي ملعب في أي بطولة، الجمهور دوره مهم. لكن كلنا مبسوطين، كلنا أكيد يعني بنتفرج بفخر وبنتفرج وإحنا فعلا مشجعين لنادي العين وبنتمنى كل التوفيق. بنتمنى كل التوفيق لنادي العين لسببين. أول سبب، نادي عربي بيمثل دولة الإمارات، وبالتالي إحنا كلنا كعرب ده دورنا مع الأندية العربية كلها. والعكس صحيح، لما النادي الأهلي بيكون في بطولة أو في محفل عالمي زي ما إحنا بنتابع وتابعنا قبل كده في كأس عالم الأندية بيكون كل البلاد العربية مؤزرة للنادي الأهلي. السبب الثاني إن لعيبة مصرية موجودة في فريق العين وبيتألقوا بشدة، وواحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في الفترة الحالية مع نادي العين هو حسين الشحات. حسين الشحات ما فيش شك إنه واحد من اللعيبة المهمة جدا، الأهلاوية بشكل خاص بيحبوه جدا وكل مصر بتحبه بشكل عام، لكن لاعب يتألق، لاعب يبدع، لاعب شفناه بيتألق في المباراة الأولى والمباراة الثانية. المباراة الأولى ريمونتادا قوية جدا من 3-0 ل 3-3، أعتقد إن يعني دي كانت البداية القوية، كانت السبب في انطلاق نادي العين. نادي العين لما بدأ البطولة كلنا قلنا أداء ضعيف، أداء ممكن يعني يؤدي إلى وصول نادي العين إلى المركز الأخير في البطولة، لكن بنتفاجئ بكامباك وريمونتادا عالمية. ريمونتادا فعلا تستحق أن تكون موجودة في بطولة كأس العالم للأندية. 3-0 3-1، حسين الشحات بيتألق وبيحرز وبيصنع، بيعمل كل شيء في الكورة، وبالتالي فريق العين بيتأهل لمواجهة نادي الترجي التونسي. نادي الترجي التونسي بطل أفريقيا واللي كانت مواجهة قوية جدا، لكن نادي العين بيتفوق بدنيا، بيتفوق فنيا، بيتفوق تكتيكيا، بيتفوق بكل المقاييس.